الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلبة، طلبة الصف الثامن، درسنا اليوم الدرس 14، فضل العلم والعمل به. العلم له مكانة عظيمة في الإسلام، جعل الإسلام للعلم والعمل مكانة عظيمة، سواء كان علما دينيا أم علما دنيويا نافعا. والسؤال أعزائي الطلبة، ما هي أهمية العلم في حياتنا؟ لماذا يجب علينا أن نتعلم؟ ماذا نستفيد عندما نتعلم العلم النافع؟ الجواب أعزائي الطلبة أن العلم يقوي العلم، يقوي الإيمان بالله جل وعلا، لأن أكثر الناس خشية ومخافة من الله هم العلماء، وهو عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأشد الناس خشية وأكثرهم مخافة من الله هم العلماء. نتعلم أعزائي الطلبة لأن بالعلم نحمي أنفسنا من الوقوع في المصائب والأخطاء. نتعلم كذلك حتى يزدهر مجتمعنا، وحتى نتطور. الجميع الدول المتقدمة في شتى المجالات الصحية والاجتماعية تعتمد بشكل أساسي على العلم. أعزائي الطلبة، العلم ينشر الوعي بين الناس. بالعلم أحبائي الطلبة نقضي على آفة الفقر والبطالة. بالعلم نحارب العادات والظواهر الرجعية، نحارب الخرافات والأوهام بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل حثنا على العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على العلم في أحاديث كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. ولنتعرف أعزائي الطلبة أولا على مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم، بعد أن عرفنا لماذا ينبغي علينا أن نتعلم، ما هي أهمية العلم، نذكر أو نتعرف على مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم وهي كثيرة. منها أن أول آيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم تحث على العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله عز وجل أمرنا بأن نقرأ وأن نتعلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أعزائي الطلبة بأن الله سبحانه وتعالى سمى سورة في القرآن الكريم باسم أداة العلم، وهي سورة القلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية العلم في حياتنا، وأن الله سبحانه وتعالى فضل العالم على الجاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم كذلك أعزائي الطلبة أن الإسلام جعل طلب العلم فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهنا اللفظ مسلم يشمل الذكور والإناث، فالإسلام دعا للجد في تحصيل العلم من خلال القراءة الواعية والبحث العلمي المبني على أصول وقواعد صحيحة. فالعلم طلبه فريضة على كل مسلم. ومن مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم أن الإسلام حث على التفكر والتدبر بما في الكون، حتى الإسلام على التفكر والتدبر في الكون بما فيه من المخلوقات، وجعل ذلك طريقا موصلا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعمارة الأرض، كما يقول الله عز وجل
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والإسلام أعزائي الطلبة حتى على تعلم العلوم الدينية والدنيوية النافعة وجعل ذلك السبب في تقديم الخير للمجتمع البشرية جمعا. والإنسان إذا ما تعلم تفقه وقرأ له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى في دنياه وبعد مماته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وولد صالح يدعو له. الشاهد في الحديث أعزائي الطلبة أن من ضمن الأمور التي ينتفع بها الإنسان بعد موته علم ينتفع به. ومن أهمية أو المظاهر اهتمام الإسلام بالعلم أن الإسلام رفع مكانة العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإسلام جعل لطلبة العلم أجرا عظيما. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم حثنا الله سبحانه وتعالى عليه، والعلم رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ويكفي بأن الله عز وجل فضل العلماء على غيرهم. لماذا؟ كما يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأن أشد الناس وأكثر الناس خشية وخوفا من الله عز وجل هم العلماء. علينا أن نحافظ على العلم، أن نتعلم يا أعزائي الطلبة، وأن نقرأ في كل يوم، لأننا نحن أمة اقرأ. علينا أن نقرأ وأن نتعلم وأن نتفقه وأن نزداد علما في كل يوم. ومن أهمية العلم كما ذكرنا في بداية الدرس أن الإسلام حارب الخرافة والأوهام والأساطير. هذه الأوهام خرافات والأساطير الطريق الرئيسي للوصول إلى الحق والتخلص من هذه الأوهام والخرافات والأساطير هو العلم. أن نتعلم العلم النافع. الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله عز وجل عاب على المقلدين الذين يقلدون آباءهم في عباداتهم من غير علم ولا بينة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عاد الله سبحانه وتعالى على المقلدين بآدابهم في عباداتهم من دون علم ولا بينة. والإسلام حارب الأوهام والخرافات التي تسيطر على العقول فتصرف الناس عن الحق إلى الباطل والعياذ بالله. ومن ذلك أعزائي الطلبة نهى الإسلام عن التنجيم والعرافة التي يدعي أصحابها معرفة الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ظاهر ذلك قول الحق عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال يقوم بها بعض الناس من التنجيم والعرافة إنما هي من الجهل وعدم العلم والعياذ بالله. فهذه الأوهام والخرافات والأساطير إذا ما انتشرت بين الناس والعياذ بالله أصبح هناك فساد
أصبح هناك جهل والعياذ بالله، فتسيطر الأوهام والخرافات والأفكار. إذا ما سيطرت على عقول الناس أصبح هناك جهل وينتشر الفساد، ولا تتقدم الأمم ولا تزدهر إلا بالعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم. ونلتقي أحبتي الطلبة في درس آخر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.